اهلا وسهلا مشاهدينا، هذه عوده من جديد في هذه الفقره. اسعد جدا بوجود الاستاذ عادل عبد الرحيم بركية، مدير اداره باداره الاكتتاب شركه شيكان. اهلا وسهلا بك استاذ عادل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على افضل خلق الله اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بدايه كل الشكر والتقدير لاسره قناه النيل الازرق للاستضافه، وعبركم نحيي اولا كل المشاهدين عبر امتداد بثكم، وثانيا نحيي كل زملاء المهنه بشركه شيكان للتامين، ونحيي الشعب السوداني، ونتمنى انه السلام يعم كل ربع هذا الوطن الحبيب، يعني اليوم العالمي للسلام ان شاء الله. اصلا احنا اهل سلام، يعني حقيقه اهل أكيد. سلام ومحبه أكيد. كبيره أكيد. الناس أكيد. الذاكره للرسول عليه الصلاه والسلام. نتكلم يعني في هذه الفقره عن الانتشار الجغرافي، قاصدين شنو انتم بالانتشار الجغرافي؟ الفكره الرئيسيه من وجود فروع كثيره يعني للشركه. حقيقة الهدف الأساسي من الانتشار الجغرافي لشركة شيكان للتأمين وعادة التأمين المحدودة هي أهداف كثيرة، منها الهدف التسويقي، باعتبار أن التسويق هو الطريق لإنشاء عدة طرق للوصول للعملاء وتعريف هؤلاء العملاء بأهمية التأمين ووسائق التأمين والأخطار التي تغطيها، شروطها واستثناءاتها، وكذلك أهداف تثقيفية باعتبار المساعدة على نشر الوعي التأميني وخلق وعي تأميني يؤكد. واحدة من حاجاتنا يا أستاذة نجوم إنه الناس بتفتكر إنه التأمين خاص بالسيارات، فنحن دارين نأكد من خلال هذا الوعي إنه التأمين ما بينحصر في تأمين السيارات فقط. كذلك هدف بأهمية التأمين، هذا الانتشار يوصل رسالة لأهمية التأمين اللي بتتحصر في عدة أسباب، منها إنه التأمين ذاته هو نوع من أنواع الاطمئنان وراحة البال، وكذلك انه التامين بيخلق فرص بتاعت عمل من خلال منح الشركه لعدد من منتجات تراخيص التامين. وكذلك من الاهداف بتاعت التامين انه يساعد على مكافحه الفقر في حاله حدوث لا قدر الله، فالتعويض المجزي بيحصل انه يرجعك للحاله. واحده من اسباب هذا الانتشار ايضا اللي هو تسهيل التعامل لعملائنا الكرام في كل هذه الفروع، فإذا مثلا أمن مؤمن في فرع ما وحصل له انتقال في ولاية أخرى وحصل له حادث، ففي الولاية المعنية في الفرع المعني يقوم بكل إجراءات المطالبة وبكل السداد بتاعه. كذلك الهدف من سياسة الانتشار هو خلق الإلفة والصيغة ما بين الشركة والمجتمع. من كلامك طوالي يعني حاب أسأل على المسؤولية المجتمعية، يعني تذكرت كم نقطة مهمة خصوصا لو كان في انتقال يعني للعملاء الموجودين معاكم أستاذ عادل. حقيقة أستاذ نجود، المسؤولية المجتمعية لشركة شيكان هي في طليعة أولوياتنا، وهي تمثل أحد الأهداف الرئيسية التي تزعى لها الشركة، وهي تمثل قيمة يعني عالية جدا جدا تجاه هذا المجتمع الذي يستحق كل دعم يعني. ففي هذا المجال شركة شيكان تعتبر شركة رائدة في هذا المجال، حيث قامت بعدد من المشاريع، منها على سبيل المثال وليس الحصر الشواخص في طريق المرور السريع لتقليل الحوادث، وكذلك إسعافات المرور السريع، وكذلك أيضا الدعومات المباشرة للمستشفى المدني نيالة في إسعاف، وكذلك الإفطارات الجماعية حدثت خلال شهر رمضان المعظم الفائت اللي هو لتقليل الأخطار بتاعة المرور في وقت الذروة. نعم. كم فرع حيكون أو حقيقة الفروع أستاذ الوجود هي قامت منذ التأسيس وفقا لرؤية استراتيجية، وفقا لرؤية قامت هذه الرؤية تم التأسيس لها منذ تم وضعها منذ التأسيس، حيث قامت هذه الرؤية وفقا لاستراتيجية. نفتكر إنه هذه الاستراتيجية كانت واضحة وحقيقية، واستصحبت معها كل الإدارات الفنية المتخصصة المتمثلة في ماليا وإداريا وفنيا، وأخذنا كل هذه الإدارات حتى لا تكون إدارة مهملة بجزء من الإدارة، يعني نأخذ كل الإدارات حتى تشكل قيمة لهذه الاستراتيجية. استخدمت سياسة الانتشار الأفقي، حيث بلغت عدد فروع شركة شيكان حوالي 17 فرع بالولايات وعدد 21 مكتب وعدد 12 فرع بالعاصمة و20 مكتب. هذا الانتشار بالنسبة لشركة شيكان، الانتشار الجغرافي بدأ أولا بالانتشار الولاية ثم انتقل إلى الانتشار العاصمة، باعتبار أن رئاسة الشركة في ذلك الوقت كانت في العاصمة. تواجد شيكان وهذا الانتشار الجغرافي يعني المقنن بيظهر مدى أهمية يعني معرفة الآخرين بثقافة التأمين أستاذ عادل.
حقيقة هذا 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 الانتشار وهذه الرؤية أخذت جانبين. إذا كان الجانب بتاع الانتشار الأفقي وهو بيتمثل لنا في عدد الفروع التي ذكرت، وكذلك بيتمثل في ثقافة في سياسة الانتشار الرأسي، واللي إنه كل هذه الفروع في شركة الشيكان في هذه الفروع وهذه المكاتب تقوم بكل التغطيات التأمينية بكل امتياز لوجود الكادر البشري المؤهل، وكذلك لوجود اتفاقيات إعادة التأمين ساعدت واستوعبت هذه الأخطار. أيضا في هذه السياسة سياسة الانتشار الرأسي استحدث الشيكان بعض التغطيات الجديدة لمواكبة تطورات السوق العالمي التأميني وحوجة السوق المحلي في ذلك. فأوجد شركة الشيكان كشركة رائدة في المجال التأمين الطبي كأول شركة متخصصة في المجال، وكذلك التأمين الزراعي بشقيه المحصولي والبستاني، وكذلك حصيلة التمان الصادر وأخضر النهضة الطبية وغيرها من التغطيات التأمينية التي تدعم الاقتصاد السوداني وتدعم أصحاب العلاقة من المؤسسات الكبيرة. المواكبة ما بس على صعيد يعني المجالات الموجودة في شركة الشيكان، لكن أيضا على صعيد الكوادر، يعني متواجد مثلا مساحات للشباب وحتى أصحاب الخبرة. يعني أستاذ عادل، ما يميز الشيكان حقيقة وجود الكادر البشري المؤهل ووجود إدارة متخصصة في التدريب. قد يكون الناس يعني خاطة رؤية وخاطة بلان على أساس أنه كل الكوادر في نهاية هذا العام إن شاء الله تجد حظها من التدريب الداخلي والخارجي. ما يفوتني في هذه السياسة تحت الانتشار إنه كل هذه التغطيات التأمينية في الفروع والمكاتب إنه شركة الشيكان تقوم بها بكل امتياز. نعم. علاقة الشيكان بالإعلام علاقة قوية جدا ومتجددة، يعني من أكثر الشركات المهتمة إنها تظهر من فترة لأخرى بمظهر جديد وجاذب يعني للعملاء أو حتى الناس الحابين ينضموا للشيكان. نعم، هذا طبعا يرجع لأهمية الإعلام. قد يكون ما في شركة إنها تقوم تنصر مسؤوليتها المجتمعية وتنصر التزاماتها تجاه هذا الشعب يعني يكون بمعزل عن الإعلام. فالإعلام دوره مهم في هذه، وكذلك شيكان لأهمية الإعلام. فقد تكون في سلسلة من الحلقات بالنسبة لكم للتأكيد والتوثيق إنه يعني شركة شيكان كشركة رائدة في المجال تستصحب معها كل أصحاب العلاقة، وكذلك لإخراج هذه المنتجات بصورة تليق بعملائنا الكرام. إن شاء الله. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ عادل عبد الرحيم بركيا، مدير إدارة بإدارة الاكتتاب شركة شيكان. كل الشكر لك والتقدير أستاذة نجود، وأنا أفتكر إنه ما بين شيكان والنيل الأزرق توأمة. أكيد. فإذا كانت شيكان تجبر الأضرار فأنا أثق تماما إنه برامج النيل الأزرق تجبر الخواطر بما لديها من برامج شيقة وجميلة وممتعة وتدي إحساس بالأمل والتفاؤل وإنه بكرة أحلى إن شاء الله. والله أنا ذاتي أتشرف إني أنا دائما يعني أقوم بعرض كل ما هو جديد ومميز لشركة الشيكان من خلال الضيوف الراقيين. فعلا لهم أهمية كبيرة في التواجد في الشركة والتعامل أيضا مع الزبائن، لأنه هذا مازال مرتاح مع شركة الشيكان أكيد يعني حيكون صديق دائم لكم. نحن نسعد بوجودك أستاذة نجود معنا، ونسعد بكلامك الطيب، ونثق تماما إنه شركان غادرة على إعطاء كل العملاء كل ما يحتاجونهم وخلق الحوجة وسدها إن شاء الله. إن شاء الله. كونوا معنا مشاهدينا.